السي جمال، اقول شاطرك الرئيس عمر بن فريج وسجلتها هنا. اول مره كندوزو للتشريع الواقعي، اول مره كنخرجوا من النفاق. كذلك السيد الرئيس، النفاق القانوني اللي عشتو هاد البلاد لسنوات ومازال كتعيش فيه، ما غنسميهش نفاق مجتمعي سي جمال، غنسميه نفاق قانوني عشتو هاد البنات لسنوات. واش هذيك 50,000 أو 40,000 اللي عايشة في الريف مضطهدة اليوم غالبة الدولة، غالبة تمشي تجيبها تسد عليها زعما، ولكن الدولة في واحد الوقت عارفة راسها ما كتقولش والقانون لا يسعفها. ما يمكنش هذيك 40,000 كانت مغابية على الدولة تمشي تجيبها وتسد عليها. مؤخرا أنا مشيت حتى للترفيه وغادي نهضر، دابا الناس كيدوهم على الاستهلاك في الرباط هنا وفي سلا وما كيديروا لهم والو، وكلاء الملك قهرهم طلعوا لهم فروسهم هنا على استهلاك المخدرات وعلى استهلاك الخمور. كيدو الراجل على الاستهلاك، النوبه الاولى صيفطوا للحبس، الثانيه صيفطوا للحبس، الثالثه صيفطوا للحبس. اليوم هرسنا الطابوات في هذا البرلمان ونديروا تشريع واقعي وحقيقي للمجتمع ديالنا. نجو نقولوا فعلا دستورنا هو ينص حنا دولة إسلامية لا نقاش فيها وشعار أمير المؤمنين اللي حامي الدين الإسلامي، ولكن ما نبقاوش نلعبوا ونتزايدوا بما هو أكبر منا. راه كنصوتوا هنا على في هذه الطبلة على قوانين المالية كل سنة فيها عشرات الملايير ديال الدرهم ديال الدخان ديال السيل قاروني، ترى السيل قاروني كيجيب لنا عشرات المليار ديال الدرهم، وكالسي ومولاي من فلوس المغاربة ومن دهن المغاربة وديال الطاسة ديال الخمور، وكنتخلصوا منها المنضات ديالنا، وعموديات كيشدوا فلوس من الكازينوات كيدخلوها ويسيروا بها. بركة من النفاق المجتمعي. أنا راه مغربي مغربي برلماني مغربي، غادي نقول داكشي اللي كنشعر به، والواقع ديالنا غنقول عشرات المليار ديال الدرهم كتدخل هذه الحكومة من سي الكارو سي وإلا كنتو أسميتو حيدوهم، ومن عمر بورو من من الدخان، من ماشي تطلعوا تدخلوا المداخل ديالو وتخلصوا فيه الموظفين وتخلصوا فيه التقاعدات وتخلصوا فيه التعويضات، وتجي تقول دابا راه بغينا نغيروا الدوله الاسلاميه. ما الدوله الاسلاميه، لاننا بغينا نتكلموا على واقعنا حقيقتنا. شنو هو الواقع اليوم؟ شي واحد يفسر لي هاد 50,000 واحد ولا 60,000 خمسه الجماعات عايشه كتفلح الكيف، لمن كانت كتبيعو؟ فين كانت كتدي؟ ورونا. إليا في لو مونوبسون عند لا ريجي طابا سنوات كتشري الطابا وكتشري، ما بقاش لا ريجي طابا. هذا هو النفاق. فراسكم في أمستردام كتباع كتسمى ديال المغرب، في لي كوفي شوب كيسموها ديال المغرب، يعني مني كتخرج كتامة كاين الماركات، يعني مني كتخرج يعني من يدافع على الوضع الحالي؟ يدافع على بارونة المخدرات، يدافع على التهريب، يدافع على الرشوة، يدافع على التشريان ديال الطرق، يدافع على الشراء من هنا ومن لهيه، يدافع على الباريخات اللي كيخرجوا كيهربوا كيديروا الاتجاه في البشر كذلك، يدافع على اللي كيجيب من تما الاكستازي والكوكايين والقرينة الكحلة. وراه ماشي اليوم تخافوا على الشباب ديالكم من هذا الويل من من من, من هذه اللي كاينه دروك. قلبوا واش كيتباع، قلبوا الكحله بشحال كتباع في طنجه، وقلبوا البيضه بشحال كتباع، وقلبوا الهيروين بشحال كدار. انا نتمنى من السيد وزير الداخليه يجيب لنا الاحصاءات الحقيقيه ديال لي نيفو سيبستونس، يعني ديال المخدرات القويه اللي دخلت لبلادنا ودخلت الليسيات ديالنا. جيبوا لنا هذا الشيء، هذا الواقع، عطونا هذه الارقام. للاسف ما كنبغيش ندخل كرئيس لجنه، ولكن لا نسالي ناخذ الرئاسه ونعطيك نقطه نظام. إذن شكرا. شحال الوقت درت؟ 7 ديال الدقائق. الله يجعل شي بركه.